نبدأ آخر التطورات من إعلان الصحة الفلسطينية عن تجاوز عدد القتلى في قطاع غزة 40,000. إعلام إيراني يؤكد مقتل مستشار عسكري بالحرس الثوري متأثرا بجراح أصيب بها في سوريا في غارة للتحالف الدولي. مسؤول عسكري روسي يؤكد أن عملية تطويق القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك تقترب من نهايتها، وأوكرانيا تقول إنه لا مؤشرات على تراجع ضغط روسيا العسكري بشرق أوكرانيا. الوفد الإسرائيلي يغادر إلى الدوحة للمشاركة في محادثات غزة، ومكتب نتنياهو يؤكد أن الوفد يتمتع بصلاحيات واسعة. في خضم حملة الانتخابات الرئاسية، بايدن وهاريس يعلنان عن خفض تاريخي لأسعار بعض الأدوية الأمريكية. أخيراً، الصحة العالمية تعلن أن انتشار جدر القردة في إفريقيا بات الآن طارئة صحية عالمية، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه الهيئة.